السلام عليكم. هاي حلوة الأسئلة امتحان اليوم المرحلة الرابعة. قطعة الخارجية. Why do they drive on the left in Britain and on the right in other countries؟ لماذا يقودون السيارات من اليسار في بريطانيا ومن اليمين في دول أخرى، أو على اليمين وعلى اليسار؟ من في بريطانيا السيارة تتواجد على جانب الأيسر، عندما تقود سيارة فإنك تأخذ الجانب الأيسر، وهذا ما يسمى يعني بالعامية عندنا السيارين يمنى، عندهم السيارين يمنى، بينما في بقية الدول السيارين يسرى. يعود السبب في البداية، سأشرح القطعة لكي تكون الإجابات منطقية لها أساس نفهمها قبل أن نحل الفقرات. يعود السبب في ذلك إلى الأيام التي كان يسافر فيها الناس باستخدام الجياد، أي الأحسن، إذ معظم الناس هم رايت هاندد، يستخدمون يدهم اليمين، وبالتالي كان من الطبيعي أن يستخدموا اليسار لقيادة أو لتوجيه الجواد، بينما يستخدمون اليد اليمين لحمل سيف في حال التعرض لمشاكل. أي يعني كان بالأساس كأنما استيهر اليمين. لكن لماذا لم يتبع العالم بقية العالم هذا الأسلوب؟ السبب يعود إلى نابليون بونابرت الإمبراطور الفرنسي، والذي أصر الإمبراطور وقائد عسكري طبعا من أشهر القادة العسكريين في التاريخ، أصر على أن تسير جيوشه على اليمين. طبعا كان نابليون بونابرت أعسر أو أشول، أي يستخدم يده اليسار. أثناء زحفه في أوروبا، طبعاً احتل الكثير من المناطق في أوروبا، فرض هذه القاعدة أينما ذهب. أي قاعدة؟ قاعدة أنه يجب أن تسير على اليمين، والمطبقة حالياً في العراق ودول الشرق الأوسط. وفي القرن العشرين فعل أدولف هتلر نفس الشيء. طبعاً أدولف هتلر الزعيم النازي لألمانيا، واللي تسبب بالحرب العالمية الثانية، وتم وضع عبارات مكتوب عليها، هذه العبارة بالألماني، تم وضع قطع أو لافتات مكتوب عليها بالألماني رختس فاهرن، كلما احتل دولة. يوحي السؤال، أي سؤال؟ هذا هو العنوان. يوحي السؤال بأنه فقط البريطانيون يقودون على اليسار، لكن في الواقع من بين 193 دولة في العالم هناك 50 دولة تقود على اليسار، و 50 دولة تقود على اليسار بما في ذلك اليابان. أي في اليابان أيضا لديهم السيارين يمنى مثل بريطانيا. طبعا قطعة في الواقع هي نص ربع قطعة، كلها ممكن أن نعتبرها في الواقع هي باراجراف واحد، لكن أنا قمت بقسمها إلى باراجرافين شوي يعني انطيها احترام أكبر. لنذهب إلى السؤال الأول. وفقاً للباراجراف الأول، all people had horses، جميع الناس امتلكوا جياداً. كلا، هذا غير مذكور. يسافر الناس اليوم في يومنا هذا باستخدام الجياد أو الحصان، غير مذكور. الناس الذين سافروا باستخدام الجياد كانوا يستخدمون يدهم اليمنى، ايضا غير مذكور. ممكن ان يكون هناك ناس يستخدمون يدهم اليسرى. اذا none of the previous options. نذهب الى الثانيه. نابليون بونابرت هو من بدا القياده على اليمين، نعم هذه مذكوره هنا واضحه. لماذا لم يفعل بقيه العالم نفس الشيء؟ بسبب نابليون بونابرت. رقم ثلاثه، معنى العباره الالمانيه رخت فاهرن يجب ان يكون، شو يجب ان يكون؟ ابقى على اليمين، ابقى على اليسار، ابقى في الوسط، ولا واحد من هذه. عندما ننظر هنا هو يقول انه نابليون بونابرت هو من بدا القياده على اليمين، وفي القرن العشرين فعل ادولف هتلر نفس الشيء. ماذا فعل؟ انه يجب ان تكون القياده على اليمين. اذا هذه العباره يجب ان يكون معناها شيء، ماذا؟ ابقى على اليمين. وفي حال ترجمتموها باستخدام اي مترجم آلي ستجدون انه هذا معناها. لنذهب الى، طبعا هو هذا شيء يستنتج من او قطعه من فهمك للقطعه، بناء على فهمك للقطعه. وفقا للباراجراف رقم 2،
فقط البريطانيون يقودون على اليسار، خطأ. 193 دولة يقودون على اليسار، خطأ طبعا. في اليابان يقودون على اليسار، نعم. هو يقول هناك 50 دولة تقود على اليسار ومن ضمنها اليابان. أخيرا اختر عنوانا آخرا للقطعة، كيف تتعلم القيادة؟ كلا طبعا، هو لا يحاول تعليمنا القيادة هنا. حياة نابليون بونابرت، طبعا كلا. القيادة على اليمين وعلى اليسار، نعم هذا هو، هذه هي الإجابة. إذن ماذا لدينا؟ لدينا دي A C C. نذهب إلى سؤال الصح والخطأ في السؤال الثاني، قطع الكتاب. والد توماس كريد في الجيش، نعم مذكور أنه والده ضابط. انتقل آن ووكر سميث إلى تشيلي لأنه احتاج للمال، خطأ طبعا، هو قال أنه كان لديه فضول وهذا ما دفعه للذهاب إلى تشيلي. يحتاج أو يطلب السياح مقادير كبيرة من الماء، صحيح. مايوركا هي واحدة من أفقر الأماكن في إسبانيا، خطأ. كانت واحدة من أفقر الأماكن في إسبانيا لكنها حاليا أصبحت واحدة من أثراها. روايات جين أوستن لها نهايات سعيدة، نعم. تشارلز ديكنز ومارك توين كانوا يلعبون كرة القدم مع جين أوستن، طبعا خطأ. أصلا لا توجد معرفة بينهم، هم كلهم كتاب ليس لهم علاقة بكرة القدم، روائيون. توجد 36 ألف نظرية مؤامرة بشأن وفاة الأميرة ديانا، خطأ. هذا طبعا رقم غير منطقي، 36 ألف نظرية، ماذا يقولون في هذه النظريات؟ لنقول مثلا حادث مدبر، شركات الزهور وما هكذا، يعني بالعامية كتلة نفسية يصير فيها 50-100 نظرية، لكن يوجد 36 ألف موقع تتناقل جميع هذه المواقع تقريبا نفس النظريات. يؤمن العلماء بأن هبوط أبولو على القمر كان حقيقيا، نعم صحيح. لا يلعب أصدقاء داريوس نايت المنضدة، نعم أيضا صحيح. وأخيرا تعلم فريزر دوهرتي وصفة المربى من والدته، خطأ، تعلمها من his grandmother، من جدته. إذا لدينا 5 خطأ و 5 صح. صح خطأ صح خطأ صح خطأ خطأ صح صح خطأ. أخيرا سؤال القواعد. I in Singapore for 5 years but now I live in Dubai. فراغ في سنغافورة لخمس سنوات لكن الآن أنا أعيش في دبي. إذن عشت في سنغافورة في الماضي، lived، I lived in Singapore for 5 years. Number 2 space brilliant idea. What a brilliant idea. How did he manage to escape a prison؟ كيف تمكن، هذه الindirect question شرحتها يوم أمس. How did he manage to escape prison؟ I have no idea how he did escape. He escapes. Does he escape? He escaped. He escaped. ندمج did مع escape. I have no idea how he escaped prison or ماكو داعي prison. Number 4. طبعا كان ممكن احط بالخيارات how he managed to escape، لكن هو نفس الشيء. Some music whatever you want، هذه مأخوذة من الكتاب نصا. Put on some music whatever you want، هذا التمرين قمنا بحله يخص take put and put. The Oscar for best actor space to Brandon Fraser. الأوسكار أفضل ممثل انطوها لبراندون فريزر، هذا حدث صار بالماضي يعني بالحفل مال الأوسكار وانتهى. إذا أبحث عن ماضي، هل الأوسكار هي انطت نفسها، منحت نفسها لبراندون فريزر أو منحت له؟ منحت له. إذا أبحث عن ماضي مبني للمجهول، أين هو الماضي مبني للمجهول؟ was given. The Oscar for best actor was given to Brandon Fraser.
When you go to a job interview, it's important to a good impression. أي فعل يأتي مع good impression؟ لدينا فقط إحنا لدينا make و do. أما work و play فهي موضوع فقط لإكمال عدد الاختيارات. فهي بين make و do. لو كنت من اطلع على هذا التمرين في الكتاب سيعرف أن الإجابة الصحيحة هي make. To make a good impression. Number 7, my flatmate can't make it to the picnic. هذه مكررة من الامتحان الشهري. Really, that's a drag. I was hoping to meet her. Congratulations, I heard that you and John space next week. طبعا هذا الطلبة الذين يحضرون في المحاضرة استخدمت مثال قلت انه الفرق بين will و going to أو المضارع المستمر أعطيت مثال أنه وقلت لكم تذكروه دائما لتميزوا الفرق أنه مثلا تجلس في المطعم وتنظر في المنيو منيو ثم تطلب فتقول I will order this particular food. والمثال الآخر أعطيته أنه مثلا اثنان مخطوبان ويريدان أن يتزوجان عند فرحة الزهرة فهذه يستخدم فيها المضارع المستمر أو going to. هذا نفس الشيء هنا نستخدم you are getting married. I heard that you and John are getting married next week. لأن هذا فيه تخطيط مسبق. هناك اتفاق وتحضيرات على أن يتمون الزواج في الأسبوع المقبل. فلا نستخدم will وإنما نستخدم المضارع المستمر. She when we are having dinner. هذا في الماضي البسيط والمضارع والماضي المستمر. لدينا حدث في الماضي المستمر وهو حدث فيه استمرارية وأثناءه تخلله حدث آخر قصير هذا الحدث الآخر القصير يكون في الماضي البسيط هذا يعني أيضا من أساسيات الأزمنة She came when we were having dinner جاءت عندما كنا نتناول العشاء تناول العشاء حدث فيه استمرارية مجيئها حدث قصير وقع أثناء الحدث المستمر صحح العنوان التالي Argentina won the World Cup قلنا أنه في هذه العناوين لا نستخدم الـ articles they on و a وأيضا لا نستخدم نحاول أيضا الابتعاد عن الـ auxiliaries أصلا هي غير موجودة لا توجد articles ولا توجد auxiliaries نذهب إلى السمة الثانية أو القاعدة الثانية وهي أن يكون العنوان بالمضارع أين الفعل won في الماضي نحوله إلى مضارع Argentina wins the World Cup نضع S الشخص الثالث ونحول O إلى I Argentina was the World Cup Finally Peter from Germany هذه تدرسونها من الأول لحد الآن والطالب الذي لم يتمكن من الإجابة عليها راح نرجع للأول أحسن Peter comes from Germany comes from Germany طبعا أنا متأكد أن بعض الطلبة الآن يتخيل انه comes from Germany انه شخص يعني يسير او في طياره قادما من المانيا comes from a country معناها هو منها هو من هذه البلاد يعني مثلا انا عندما يسالني شخص ما يراني مثلا في مصر اقول له I come from Iraq معناها انا من العراق انا عراقي مو معناها اني جاي من العراق يعني ما لها علاقه بالشيء الجسدي physical معناها هذا الشخص من أصله وين مولود فcomes from Germany معناها يعني مثلا في تشاهد مباراة لكرة القدم وتشاهد مثلا لاعب كيفن دي بروينة وتسأل من أين هذا اللاعب ويقول لك he comes from Belgium همو معناها ترى هو هسه يجي من بلجيكا هو صار كيفن دي بروينة صار 10 سنين عايش في انجلترا معناها هو بلجيكي جنسيته بلجيكي That's it, thank you I hope you did well on the test ونتمنى أن نشوفكم بالدور الثاني